السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم كاملين. كما عودتكم الحديث عن كل ما هو جديد، واليوم وخذت لكم هذا الفيديو باش تشوفوه وتشوفوا يعني تفكير العياشة وتفكير المروك والمخزن بصفة عامة تجاه الجزائر. هذا اللي وخذت لكم هو مواطن من المروك، والدته جاية، أمه جاية من مع الحجاج، وجات في حالة حرجة للجزائر، واتخذوا إجراءات اتخذها عمي تبور رئيس الجزائر والشعب الجزائري الضامن معها كامل، وعالجوها واستقبلوها استقبال وعدلوا لها ما أمكن، وهذا شرف العالم كامل وتكلم عنه العالم كامل، وهذا ما يبغيه المروك، ولا يبغي يسمع سمعة زينة على الجزائر، وحول الأمور إلى أمور سياسية بدل أن تقول عنها أمور إنسانية. وعندما وصلت هذه السيدة للمروك ووصل ولدها، والمروك من يسمع هذا الموقف المشرف لعدلة الجزائر لهذه المريضة، ثار قضبه وثار قضب المخزن والمروك بصفة عامة. ومن وصلت هذه السيدة، هذه المواطنة، استدعاها هي ولدها واعطاه تصريحات ضد الجزائر، وهذا يعني بعد منين تقضاه مبلغ مالي كبير، وصرحوا تصريحات عن هذه أمور سياسية للأسف، عنهم الأمور الإنسانية ميعوها إلى سياسة، ولكن العاطش مولانا. وهون جي القول: إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة عليك تمرد. وهذا المواطن هو أمه تمردوا لأنهم تلقاوا التهديد من المخزن وتلقاوا الرشوة من المخزن، وعادوا يتكلموا ذاك الكلام تحت الضغط، وتبقى الجزائر شامخة مهما كان التحالف الأعداء ومهما كان تكالف الأعداء والحساد،